فانصار السنه لقيناهم بيلعبوا ديل ماشيين مع التكفيرين صار السنه محمد اسماعيل يجوز المسلسلات فهمت؟ واخر حاجه في العرس العرس بتاع اخته ولا جنوب محمد علي اسماعيل جات فرقه اولاد حاج الماحي الجماعه اللي بيصلوا للشرك ذاته في البلد اولاد حاج الماحي يا حسن ابو جلا جماعه الكبار ديلك يا حسن بجلابيه التمساح دخل الشايقيه وبيقوا ينادوا في جابهم وعملوا فاصل لغايه ما لقوها محرجه مشوا وقفوا ولا ما حصل ولا انت ما عارف انا اقعد مع ديل انا اقعد معهم في حاجات كثيره جدا فهمت؟ فده موضوع طويل فعشان كده نحن لقينا انصار السنه ديل غلط اخونا ده بيسال انه ليه انا خليتهم كنت ماشي معهم لقيتهم على ضلال وعلى باطل اقعد معهم يا اخواننا ولا امرق طوالي فوت ما تبقى اي جماعه نحن الان كلنا ديل ما جماعه ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والان كل من في الساحه للاسف الشديد حتى انصار السنه بقى ما عندهم مطعن الان اتحداك شيوخك ديل دارين حسناتهم مش الموازنه بين الحسنات والسيئات دارين حسناتهم وينها اكبر حسنه في السودان ده تتكلم في التوحيد وتنهى عن الشرك والمشركين عندكم اذاعه نور ناس الاصلاح وقناه نور قاعده في التلفزيون وقناه الاستجابه واذاعه البصيره في السودان كله قاعدات وين الكلام في التوحيد الازيري ما كان عنده غنى في البدايه كان بيتكلم في قناه ام درمان واذاعه المساء بتاعت حسين خوجري كان بيأصل للشرك ويقول لك اذا السماء انشقت يعني الله بتلب ولا شنو وده بليد قال الله محتاج للسماء وربنا قال الرحمن على العرش استوى ما استوى يقتضي المماسة فهمت لكن زول بليد ينشر الكلام ده في القناتين ما حقاته وانصار السنة عندهم قنوات تلقى كلها دعاية ملاح الورق والفلفل الحار بالشطة وضيفنا أهلا بك أنت بين أهلك تهللت أنوارك فنزل معنا شباكك هو الساكت ده الحاصل ده من انصار السنه وين دعوتهم للتوحيد؟ وين كلامهم في الازارق؟ الازارق ده ضل الكثير من الناس الهواري الشيخ الهواري رئيس المجلس العلمي نحن بس ماسكين في طار وركه بتاعت البرعي خلينا بس في طار وركه دي نطير الريك معاه شيخك الهواري لما جاء في زعت او في قناه اس 24 الازارق ادوا الكتاب قال له شيوخكم بيكفروا الصحابه رد عليه قال اي شفتوا تشوف شنو؟ تشوف العمل يلايس عينيك يا الهواري واي زول بيدافع عنه فهمت الحاصل؟ ما ترد عليه كذاب يا كذب على في روايه ضعيفه فهمت الحاصل؟ دل رئيس المجلس العلمي، رئيس المجلس العلمي بتاعك بيعتذر لسيد قطب هنا في الكتاب قاعد صفحه 200 التصوير الفني، رئيس الكيزان الاخوان المسلمين عبد الحي يوسف محمد علي اسماعيل رئيسهم سيد قطب رايك شنو في الكلام ده؟ رايك شنو؟ ده يدافع عن سيد قطب الهواري قال لما سيد قطب قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال موسى مندفع وعصب المزاج فهمت الحاصل الهواري بقى يعتذر له قال لا لعلها لا تعني السب بلغة قومه ونحن ما سمعنا وما شفنا في كتاب التصوير الفني سيد قطب قاعد يتكلم بالدارجيه يعني ما قاعد يقول يا لهوي لانه مصري عشان نجي نعتذر له وانما بيتكلم باللغه العربيه لما مشينا رجعنا كتاب الصيام من بلوغ المرام شرح الشيخ ابن عثيمين لقينا انه عصبي قال ومن الغيبه كلمه عصبي قال وهذا عيب في الخلق او في الخلق فهمت ده كلام الشيخ ابن عثيمين زول يطعن في الانبياء أحمد علي إسماعيل نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان قال لقد آتاه الله فقها واسعا حمد الأمين إسماعيل نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بيقول البردة بتاعت البوصيري في المنبر أنا حفظتها منه أنا كنت قاعد في الغرفة الورا بتاعته في مسجد الفتح في الصحافة قاعد فوق ونحن كنا قاعدين قبل البلاط بتاع المسجد يتعمل ولما جابوا البلاط ولما جابوا الفرش من مسجد عبد الحي يوسف انت دي معلومه ما عارفها ولما جابوا المكيفات القديمه من مسجد عبد الحي يوسف تصدقوا بها على انصار السنه اهل البدع يتصدق على اهل البدع فهمت كنا قاعدين معهم فهمت بيتكلم قال يا محمد سيد الكونين والفريقين من جن الى ان قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من عظم
من شنو كده وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. يا توحيد اللي بتعرفه انت زول بتستهتر بدعوة التوحيد، تعرفوا التوحيد انت تلعبوا علينا ولا جنون؟ طيب فأنا كنت أنصار سنة والحمد لله مركت منه.